السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. ولهذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. دلنا اليوم راح نحضروا مع بعض مقلوبة التفاح أو فطيرة التفاح. هي كيكة أو فطيرة جد لذيذة وكذلك بمكونات جد بسيطة. دلنا نروح مباشرة لنعطيكم المقادير هاد الفطيرة. درنا بسم الله، الى حبيتو ديروها تجي معمرة بزاف ديرو زوج حبات تاع التفاح، والى حبيتوها تجي هادية ديرو حبة تاع التفاح تكفيكم، لكن الحجم يكون كبير. هنا عندي مبشور تاع ليمونة، الذوق يبقى اختياري، تقدروا ديرو مبشور تاع البرتقال او لافاني. هنا عندي زوج حبات بيض، عندي ملعقتين كبار تاع الحليب، عندي كاسين ربع تاع السكر، عندي نص كاس زيت، عندي كاس وربع تاع الفارينة، وخمارة كيميائية ما يعادل 10 غرامات، وعندي السكر اللي راح ندير به الكراميل. اذا نبداو على بركة الله. بسم الله، اول شيء نبدا بالكراميل. نجيب كسرونة نحط فيها الكاس تاع السكر، نضيف تقريبا 3 ملاعق تاع الماء، 3 ملاعق تاع الماء باش حق ما يتشمخ السكر فقط. نحطها في نار تكون هادية حتى يتكرمل السكر تاعنا جيدا ونتحصلوا على الكراميل. كما قلت لاحظوا هنا السكر يشمخ فقط. السر تاع الماء، علاش انا ضفت لها الماء؟ السكر تاعنا ما يتحرقش ويعطينا القوام الكريمي. الكراميل عفوا. اذا هنا نروح مباشره لطريقه التحضير. اولا انا باش ما يكحلكمش التفاح نخلوه هو الاخر. لكن عندكم الليمون تقدروا تقشروه وتقطعوه كما تحبوا. نروح الان مباشره لطريقه تحضير العجينه. اولا راح نخدم هنايا بالبيتخا، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل الباتو ولا تقدر تستعمل الفوي. اذا نحط البيض هو الاول. البيض ماذا بكم يكون حبات كبار، الا كشتو البيض تاعكم صغير ديروا 3 بيضات. نحط البيض مع السكر، نضربه جيدا حتى يتضاعف الحجم تاع الخليط، وكذلك نتحصلوا على اللون ابيض يعني حتى يبيض. بسم الله، ديروا بسرعه تكون متوسطه، ومن بعد نزيدوا السكر. لان هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما تضاعفت الكميه وذاب السكر تماما، الخليط هنا كما راكم تلاحظوا اللون تاعو تغير، راه مايل بلون كاسي. الان راح نطفي البيتخا تاعي، نضيف مباشره الزيت، الزيت اللي هو نص كاس تاع الزيت، الكيل تاع الكاس تاعي 240 ملل. راح نخليه يضرب مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي، يعني تزيد تحكم روحها اكثر واكثر. اذا هنا كما راكم تلاحظوا زادت ثقلت مليح الكريمه تاعنا. الان راح نضيف لها 3 ملاعق تاع الحليب على كما نقولوا على سرعه تكون منخفضه، ماشي ما تكونش السرعه تاع الباتور ولا الفيتخا تاعكم تكون لا فيتاس تاعها زايد بزاف، لازم تكون كما نقولوا في الاولى تكون خفيفه. هنا راح نضيف لها الزيت تاع السيترون، قلت لكم يبقى اختياري. الان راح نخلط هنايا الخليطه بسم الله مع هذاك ربع كاس تاع الفرينة، هكا نخلطها جيدا. وهنا كما راكم تلاحظوا السرعه دائما تكون السرعه خفيفه، ونبدا نضيف بشويه. علاش تكون السرعه خفيفه؟ باش نحافظوا على القوام تاع هذاك البيض. اذا هنا بعد ما خلطت بسم الله الخميره والفرينه، انا راح نضيف ماشي دفعه واحده، نضيف غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون ما ثقيله ما خفيفه. انا درت الماء 4 كاس، الان راح نبقى نضيف من هذاك الكاس بالتدريج
حتى نكمل القوام تاع العجينه تاعها. هنا كنت درتي 3 بيضات، راح تعملي تقريبا كاس ونص تاع الفان. هنا وهنا نكون كملت الكميه تاع الفرينه اللي عندي، نخليها تتحرك مليح ونطلقها فيما بعد نقاومها. بالنسبه للسر تاع الحليب، راح ينقص الحموضه تاع الخميره، وكذلك راح يعطيها طراوه وهشاشه. وهنا هذه هي النتيجه تاع العجينه اللي نتحصل عليها، تكون خفيفه شويه وما تكونش حكمه روحها بزاف كما راكم تلاحظوا. هذا هو القوام تاع العجينه اللي تحصلت عليه. نخليها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه قبل ما نحطها في القالب. ضروري جدا هذا العمل لا، لانه راح تخليها طيب على قوام واحد، وكذلك راح ترتاح، وكذلك راح تخليها رطبه من الداخل وتشرب ديك الفرينه باش تحكم روحها، لانه على شفتوا الكميه تاع الفرينه اللي درناها قليله جدا، لاننا راح نستخدم هذا القالب. القطر تاعو حوالي 25 سنتيمتر. هنا كما راكم تلاحظوا الكراميل تاعي بعد ما وجد، راح نفرغو في القالب، نخليه يبرد تماما، نمشيه هكا. نخليه يبرد تماما في الثلاجة مدة لا تقل عن ربع ساعة. نروح الآن نحضر التفاح، نقشرها جيدا، نحاولو كيف ناخذ القشرة فقط بدون ما ناخذ اللحمة تاع التفاح باش ما يتحلكش. تقدري تضيفي الخل الأبيض او عصرة ليمون باش تحافظي على اللون تاع التفاح ما تخليهش يتحل. انا هنا ما عنديش ليمون، راح نستخدم الخل الابيض. اذا هنا راح ناخذ الخل الابيض، نجوز لها هكذا من فوق باش ما تتحلش التفاح ديالي، ونبدا بسم الله نقطع التفاح الى ابراج. بسم الله نقطعها هكذا، من بعد نقطع على زوج، نحيو هذاك الطرف، حتى نكملو كامل الكميه تاع التفاح هكذا بهذه الطريقه حتى نكمل. من بعد كذلك ندير لها الخل الابيض باش ما يتحلش التفاح ديالي. اذا نكمل نقطع كامل التفاح ونرجع فيما بعد نقوم على. اذا هنا بعد ما بردت الكراميل، لان راح نزين اطراف تاع الفطيره ديالي، نقطع الطرف بشرائح التفاح حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. اذا كما راكم تلاحظوا بعد ما استفت هنا البرتقال عفوا التفاح، الان راح نضيف العجينه هكذا حتى نكمل كامل الكميه. هنا كما راكم تلاحظوا الورده اللي درتها من الداخل، درتها كما نقولوا بومبي، درتها وقفه للفوق هذاك التفاح. اذا راح ندخل الكيكه تاعي او الفطيره تاعي الفرن ساخن درجه حراره 170 درجه، نحطها الفوق كامل ونخليها طيب على قانيها تقريبا واحد ساعه كامله. اذا راح نتلاقاو بعد ما طيب، ابقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا الكيكه تاعي بعد ما طابت، او الفطيره تاع التفاح. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. انا كما راكم تلاحظوا زينتها بالكرز و الفستق،
نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب تاعكم، ولا عجبتكم بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم، وما تبخلوش علينا بجام. تلقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام. إذن أنا قسمت وشوفوا كيفاش تجي. تجي كيما لا جينواز، تجي خفيفة، تجي ما شاء الله. نتمنى الوصفة هذه تكون عجبتكم. شوفوا كيفاش تجي قطنية.